مساء الخير ومساء الفل على كل متابعينا في كل مكان، وحلقه جديده في برنامجكم ساعه رياضه. كالعاده وحشتونا من الاسبوع للاسبوع، ان شاء الله باذن الله تكون حلقه قويه جدا. عندنا اخبار، عندنا حصريات زي ما وعدنا حضراتكم واتكلمنا وقلنا من الاسبوع الماضي، هيكون عندنا مستجدات، عندنا احداث كثيره جدا اللي شغله كل الراي العام، سواء اهلاوي او زملكاوي او حتى اسماعيلاوي، اي نادي عايز يعرف اخبار من خلال برنامجكم ساعه رياضه. ان شاء الله النهارده هنلم لكم كل الاخبار الرياضيه. الاول ارحب بصديقي العزيز وصديقي الدائم والمحلل كابتن احمد ابراهيم، منورنا يا كابتن. بدورك كابتن سام، اهلا بيك. طبعا الدنيا مولعه. طبعا اكيد، يعني اخر الاخبار اللي حضراتكم اكيد تابعتوها منذ لحظات، بيراميدز في لقاء قوي جدا مع نادي الانتاج الحربي 3-1، يعني 3-2 انتهى 3-2 في الاخر. لقاء كان قوي جدا، وبهذه النتيجه يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيبه كابتن الدوري العام. طبعا. هل شايف ان البيراميدز شكله ممكن يعمل حاجه السنه دي، ولا الامور لسه ما اتضحتش؟ يعني لا، هو بيراميدز من اول ما ابتدى يظهر في الدوري المصري بالامكانيات المهوله اللي حصلت من ايام ما كان ملك تركي آل الشيخ، وهو بينافس بشكل كبير في الدوري وفي الكاس، ودلوقتي ماشي كويس كمان في افريقيا. فريق بيراميدز فريق يملك عناصر هامه جدا في جميع الخطوط، لعيبه على اعلى مستوى طبعا. فانا شايف ان الموسم ده طبعا هيبقى منافس قوي جدا للزمالك والاهلي، هيكون موسم قوي. طب لو قدامنا جدول ترتيب الدوري العام يا ريت ننزل بيه، زي ما ظاهر قدامنا كابتن ان بيراميدز بيتصدر الان في الصداره برصيد 11 نقطه، بيليه نادي الزمالك برصيد 10 نقاط، ثم النادي الاهلي برصيد 9 نقاط، ولكن نادي يعني الزمالك متاخر بلقاء، والنادي الاهلي متاخر لسه بلقاءين. طبعا هيتغير كتير الجدول، يعني هذا الجدول حتى الان خادع يعني. لا هو خادع لسه يا كابتن، لسه بنقول يا هادي. طبعا اكيد. للعلم طبعا تصدر بيراميدز يؤكد ان حتى الان منظومه بيراميدز لم تنتهي، يمكن الناس خافت بعد كابتن رحيل تركي آل الشيخ. تمام. وتغيير الاداره في فريق بيراميدز، قال لك ممكن يكون مجلس الاداره الجديد مش هيكون بنفس القوه والتدعيمات. شايفين ما شاء الله ما زالوا حتى الان بيواجبوا الدوري رغم رحيل كينو ورحيل مجدي قفشه، بعض اللاعبين الهامين يعني. اكيد هو اي فريق طبعا بيفقد عناصر مهمه في التشكيل بتاعه او في القائمه بتاعته، لازم طبعا يحس ان في الكيرف بيهدى شويه. لكن بيراميدز طبعا بيعوض الكلام ده بالتدعيمات اللي بتحصل، بيجيب في المتناول، ما بينافسش حد في صفقات. طبعا بيملك خط وسط قوي جدا، طبعا عندك النهارده يعني بيلعب بشكل ممتاز جدا، تحركات اللعيبه في الملعب سليمه جدا، المدرب بتاعهم هايل، دي صبر طبعا مدرب كويس جدا، مدرب قوي جدا. ولكن طبعًا. انا مخرجي العظيم استاذ محمد سمير بيستاذننا في فاصل سريع جدا، وهنرجع انتظرونا، احداثنا ما انتهتش. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. كابتن احمد، كلام ما انتهاش احاديث عن الدوري المصري، بيراميدز صعد للصداره مره ثانيه. الناس كانت بتتساءل بعد رحيل مجلس اداره بيراميدز تركي آل الشيخ وبالتمويل القوي جدا، كانوا متوقعين ان بعد هذا الرحيل ان بيراميدز يعني مستوى يقل، ولكن ما زالت متصدره وما زالت متواجده حتى الان. اذا كان تصدر ليس كامل، لان طبعا لعب لقاء زياده عن الزمالك ولقاءين زياده عن الاهلي، ولكن الحضور ما زال متواجد لفريق بيراميدز. كما ذكرت من شويه ان فريق بيراميدز حاليا دلوقتي بفريق قوي. عمر ما كان النادي بيتمثل في لعيبه كويسه بس، لا هي بتبقى انسجام معين ما بين خطوط. عايزين نقول ان عبد الله السعيد بالمناسبه كابتن فاضل له 5 اهداف ويدخل نادي ال 100. عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني، وهو قادر 5 اهداف فقط ويدخل نادي ال 100، اتوقع رقم محترم جدا. وعلى شاكله يعني اللاعب طبعا، هو عبد الله سعيد اهلاوي ولعب سنوات كبيره جدا في النادي الاهلي، على شاكله الاهلاويه طبعا لازم نبارك ل يعني صديق البرنامج والفائز بنتيجه التوقع عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كنا نزلنا توقع مين هو اللي هيفوز بين الزمالك والمقاولين، وتوقعها شخص كابتن احمد وهو كان اهلاوي. مساء الخير يا حسام. انا السلام عليكم. عليكم السلام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ اسلام، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. اول حاجه ببارك لك على الفوز، وانت طب متابعني، انت عارف طبعا انا ميولي اكثر بيضاء، يعني انت متابع الصفحه؟ طبعا طبعا يا استاذ اسلام طبعا، انا متابع صفحه حضرتك دايما. ده حاجه تشرفني. وانت الله يخليك. توقعت نتيجه اللقاء المقاولين والزمالك 2-1، ليه توقعتها 2-1؟ والله هو مباراه المقاولين انا عارف انها كنت تبقى صعبه طبعا، عشان خاطر مدرب المقاولين كان هيقفل كويس قدام الزمالك، بس يعني هو من نصيب الزمالك ان هم كسبوا 2-1. انا كنت متوقع ان هو ممكن يوصل 2-1 يعني، لان الزمالك كان حابب يرجع طبعا، لان كنت عارف ان الزمالك كان مستواه وحش الفتره اللي فاتت، فاكيد كان هيرجع.
اكيد هيرجع. طبعا انت كسبت معانا تيشيرت رسمي للنادي الاهلي او اصلي يعني زي ما بتطلقوا عليه، ان شاء الله باذن الله يتم تسليمه ليك عن طريق اقرب مكان او تيجي تسلمه من الاستوديو. طيب انا عايزك بقى بما انك انت متوقع شرس وقوي تقول لنا لقاء الجونه والاهلي لو اتلعب، هيخلص ايه عشان النتيجه دي تتاكد عندنا. انا الاهلي مش كان بيلعب النهارده؟ لا هو ما كانش بيلعب النهارده، بيراميدز اللي كان بيلعب النهارده. بيراميدز كابتن انا شفت من شويه حضرتك ان عبد الله السعيد جاب جون، هو مش عبد الله. ثواني بس يا كابتن اذنك لو سمحت يا كابتن، هو كابتن هو عبد الله السعيد لسه بيلعب في الاهلي؟ عبد الله السعيد مش حضرتك بتكلمني عن ماتش الاهلي ولا الاهلي كان بيلعب النهارده؟ انا كنت عارف ان الاهلي بيلعب النهارده. استاذ حسام انت اخر مره تابعت النادي الاهلي امتى؟ من 3 4 سنين ممكن. لا حضرتك اخر ماتش كنا احنا كسبانين، كسبنا اسوان مظبوط. ايوه الاهلي واسوان. كانت النتيجه كام طيب؟ على ما اعتقد على ما اتذكر كان 4-0 باين. يعني انت تابعت لقاء الاهلي واسوان وعارف ان عبد الله، طب عبد الله سعيد جاب اهداف مع الاهلي واسوان؟ انا مش اتفرجت على الماتش الصراحه، بس عرفت ان هم كسبوا 4-0 بتهيألي. طيب تمام. عامه عبد الله سعيد انتقل لنادي بيراميدز بقاله هو اهم حاجه استاذ اسلام، اهم حاجه طبعا عندنا استاذ اسلام ان احنا طبعا على طول المركز الاول وان شاء الله الدوري للاهلي، واحنا الاول ومؤمن زكريا حراق وحاجات كتير كده طبعا. عامه حسام كل التوفيق ليك والف مليار مبروك. ولكن قول لي طيب بعيد عن كابتن عبد الله السعيد، مين اكتر لاعب بتحب كورته في النادي الاهلي دلوقتي؟ اكتر لاعب بحب كورته ربنا يرجعه لنا بالسلامه يا رب من الاصابه كابتن حسام غالي. وعلى فكره برضو انا على فكره في لعيب بيمتعني برضه. كابتن مين؟ حسام غالي يا كابتن، حسام غالي لعيب عالمي. حسام اشكرك شكرا جزيلا، شكرا يا حسام، وان شاء الله تم التواصل معاك مع الاعداد من اجل تسليم الجائزه. هو يعني أهلاوي واضح أهلاوي أهلاوي. لا هي مش مقياس، هو الراجل غصب عنه هو مش عارف. أو طبعا اي حد مثلا بيقول لك انا اهلاوي يعني فاهم، فطبيعي يعني هو جمهور الاهلي على راسنا طبعا مفيش مشكله، بس دي الاغلبيه. بس هو جميل يعني بيقول لك ايه الكابتن المحترم اللي اتمنى يرجع بالسلامه حسام غالي. حسام غالي يعني كان مسافر، هو قاعد مستنيه وبيدعي له يعني مسافر، وعن الاهلي والجونه حسام غالي قاعد على الدكه بتاع الجونه. والله يا حسام ضحكتني جدا طبعا ده مش مقياس يا جماعه، كل الاحترام وكل التقدير لجمهور النادي الاهلي العظيم طبعا، ولكن حسام واضح ان هو يعني كرويا بيمثل عاميه الناس، لا كرويا مش بالقوه الكافيه ولكن هو التوقع معاك سليم، وبرده تاخد الجائزه مالهاش علاقه سواء انت كنت كروي او مش كروي. انت ممكن طيب تجيب تيشيرت الاسماعيلي مش عادي. طيب نرجع لحدوتنا الاساسيه بقى، والحدوته الاهم هي حدوته الدوري العام. تمام يا كابتن. نخرج بره حسام وبره هذه المكالمه اللطيفه جدا، هو حسام شخص لطيف. طيب خلينا نتكلم على طبعا الصداره اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا ان بيراميدز ريجبل. هل تتوقع استمرار بيراميدز على القمه لفترات طويله ولا الموضوع ممكن يتغير؟ دي كوره يا كابتن، انا شايف برضه لا طبعا اكيد الجدول هيتغير كذا مره يعني، حتى مش في المقدمه بس، انا شايف كمان ان وسط الجدول واخر الجدول برضه هيتغير في حاجات كتير. لسه الدوري بدري قوي يعني. لسه ان شاء الله خير، لسه الموضوع طويل باذن الله. طبعا احنا عندي مخرج البرنامج جماعه اهلاوي، فجاي بيقول لي يعني حسام لا يمثلنا انا لا شايف متاكد ان حسام لا يمثل الا نفسه، ده بكل تاكيد. استاذ محمد كل الاحترام وكل التقدير للنادي الاهلي، النادي العظيم وجمهوره طبعا اكيد. طيب خلينا نخش لنقطه مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. في كلام كثير جدا حول ابتعاد النادي الاهلي عن المشاركه في بطوله الدوري العام الا اذا لعب الزمالك. لا الزمالك. الزمالك هو رابط ان هو يكمل الدوري بانه يلعب لقاء الزمالك. ده ملف. وفي ملف اخر وهو لقاء السوبر بين الزمالك وطبعا الترجي في قطر. طيب انا هاخدك الاول للملف الاولاني وهو تهديد النادي الاهلي بعدم الاستمرار في الدوري العام الا اذا لعب نادي الزمالك. سؤال يا كابتن، هو ليه الاهلي متمسك في هذا التوقيت بملاقات نادي الزمالك؟ هل لانه متاكد ان هو اقوى فنيا من السنوات الماضيه، او يمكن حتى يعني من كام شهر يعني صفقات كانت مديه ايحاء ان الزمالك ممكن يكون افضل؟ هو تفوق لحظي يعني، مش انا شايف مباراه القمه ملهاش اي مقاييس يعني، حتى لو تلاقي مثلا لو في فريق متفوق عن الاخر، مباراه القمه بالذات ما بيحسمهاش غير الملعب. ده وجهه نظري، ودي ده اللي بيأثر على مدار التاريخ، هي مباراه القمه كلها كده بين الزمالك والاهلي، تبقى ممكن تلاقي مثلا الزمالك كسب النادي الاهلي الموسم اللي قبل الماضي او مباراه 2-1 كله كان بيقول خلاص يعني، الموسم الماضي كله قال خلاص يعني الاهلي هيكسب مثلا 5، وكتب حاجات في مجلات النادي الاهلي لسه لغايه النهارده موجوده، والزمالك كان ثالث او رابع
وكسب الاهلي 2-1 ملهاش اي مقاييس تماما. طيب انا بسالك سؤال، ايه سبب تمسك المسؤولين النادي الاهلي شاف بهذا اللقاء؟ هو مصلحه، هو شايف ان في الوقت الحالي من وجهه نظرهم كمجلس اداره، حتى بيانات نزلت وتصريحات هو شايف هو مجلس اداره الاهلي شايف ان في الوقت الحالي ممكن يكون متفوق عن الزمالك. لسه اصل متفوق يا كابتن دي مش متفوق فنيا، ممكن شايفين حته معنويه شويه، لسه كسبان الزمالك في السوبر فلسه لعيبه الزمالك متاثره، فهو عايز في الوقت ده بالذات يلعب الزمالك ولعيبه الزمالك متاثره. لعيبه الزمالك بتنزل الملعب مستعجله، طبعا اللعيب بيبقى مركز اكتر انه يكسب، لو ركز فنيا هيكسب. لكن لعيبه الزمالك ما عندهاش البيان قدامكم، يا ريت تنزل بيها بشوي ونشوف هذا البيان والكلام اللي ما بين السطور اللي النادي الاهلي او مجلس ادارته بيحاول يوصله الى الراي العام. نتمنى ان هو يكون جاهز قدامنا، عقبال ما يكون جاهز. كابتن احمد، البنات كترت والتصريحات كترت، البنات قدامنا اهوت، ولكن طبعا هو مش واضح بالنسبه لي بشكل كبير. لو تقدروا تعملوا عليه زوم اكتر، ولكن اختصار البيان وهو ظاهر يعني امام الراي العام بالكامل على موقع التواصل الاجتماعي، وهذا البيان هو البيان الرسمي بالمختصر المفيد، قال انا في مع الامن، ولكن دايما يقول لك انا مع، ولكن في حته تشكيك يا كابتن. بالظبط، هو حتى الان مسؤولي النادي الاهلي يشعرون ان المسؤول عن هذا التاكيد هو المستشار مرتضى منصور. التاكيد جه منين حتى الان؟ دي حاجه في نفس يعقوب، هم حاسين او عندهم بعض المعلومات ان المستشار هو اللي وراء هذا التاجيل. رايك؟ طيب لو المستشار مرتضى منصور وراء هذا التاجيل، هيطلع امبارح يهاجم رئيس الاتحاد المصري لكره القدم؟ لا اكيد طبعا، او هو بينتقده، امبارح كان بينتقد امبارح المسؤول عن الكره المصريه حاليا. فانا شايف ان استاذ عمرو الجناني، استاذ عمرو الجناني طبعا المستشار مرتضى بينتقده. فطبعا لا، ما تقوليش كده، مش الموضوع مش ماشي. هو شايف، انا شايف انه حته امنيه بحته مش اكتر. طب كابتن يعني، انا برضو يا جماعه السؤال دوت الى يعني اصحاب الحياديه اللي اصبحوا معدودين، ولكن احنا بنخاطب الصوت الاخر. الموسم الماضي البيان افضل اهو، النادي الاهلي يرجو، هو طبعا يعني الكلام بس صعب شويه، واضح بيأكد النادي الاهلي على تقديره واحترامه الكامل للامن والدور الوطني اللي بتقوم بيه الدوله في حمايه المسابقات المحليه والتامين وكل هذه الامور، ولكن وبيأكد كمان ان الامن ساهم فعلا بصوره حضاريه في الشكل العام اللي ظهر بيه طبعا الشكل بتاع الاستادات او طبعا هذا الكلام، ولكن في الاخر بيقول انه مع استمرار المسابقه، وبيأكد ان هو لن يستمر في بطوله الدوري العام. اتوقع ان هو بيان متناقض، النادي الاهلي لن يخوض اي مباراه في بطوله الدوري العام الا طب. وهل النادي الاهلي هيتنفس ضد عقوبه؟ ايه؟ هل النادي الاهلي حد مسؤول هيقدر ينفذ ضده اي عقوبه او اي لائحه من اللوائح؟ اسالك سؤال. كابتن محمد فضل اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. طلع ببيان هو كمان على تويتر وتهاجم، وما نعرفش ايه سبب الهجوم، وقال لهم يا جماعه ده تصريح امني بحت، اللي عنده ادله على عدم وجود تصريحات امنيه يجي يواجهنا. بالظبط كده، الكلام ده كلام امني بحت. بالظبط. طلع بعد كده كابتن مصطفى يونس، اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. اكد ان يا جماعه طب ما السنه اللي فاتت كان في مؤجلات والاهلي غير جلده بالكامل بالكامل بسبب المؤجلات. طب لماذا يعني النظر بهذه الشكلة، ان حتى مبدا تكافؤ الفرص اللي النادي الاهلي بيتكلم عنه، هو نادي كبير وعظيم، واتوقع انه كده كده قوامه قوي، يعني هو حتى مع فايلر الناس بدات تقول جوزي جديد ومدرب رائع ولاعبين على مستوى جيد، طب ليه الخوف؟ بص يا كابتن هقول لك على حاجه، هرجع للموسم اللي فات. ايام ما كان الحاج عامر حسين كان واخد، كان هو طبعا البقود لجنه المسابقات. اللي حصل الموسم اللي فات يا كابتن اسلام، النادي الاهلي كان، انا قلت الكلام ده في كذا مكان يعني، النادي الاهلي كان عنده اصابات كتير. فطبعا النادي الاهلي لما لعب المباراه بتاعه الداخليه قبل المباراه بتاعه نادي الاسماعيلي لو تفتكر يا كابتن، النادي الاهلي لغايه النهارده ما بيلعبش في الاسماعيليه، ما بيلعبش في السويس، هو رافض ان هو يلعب في الاسماعيليه او في السويس. طب ليه؟ انا شايف ده مش عادي، نفس الامر اللي هو تعليمات الموسم اللي فات يا كابتن اسلام، لعب مباراه كلها السهله الاول، مع انه كان عنده مباراه اقوى منها بكتير. النادي الاهلي غير جلده، رجع رمضان صبحي ابتدى يدعم صفوفه، ابتدى الاهلي يلعب مبارياته، فاز، خد الدوري. طب ده انا شايف، طب الموسم اللي فات ده، طب انتوا النهارده عشان خاطر مباراه الزمالك والاهلي، والامن اللي قال الكلام ده، الامن هو اللي صرح قال لك المباراه مش هينفع تلعب في الوقت ده. طب ما خلاص نلتزم بقى، ما انت هو بتحترم الامن في البيان بتاعك، طب ما التزم بقى، اعمل زي الامن بيقول. في تناقض برضو، انت شايف ان في تناقض يا كابتن، ما هو انت بتقول كلام في بيان وبتقول بتعمل عكسه، طب ده ازاي؟ طيب انا بجالي بعض الرسائل عن طريق، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في بث مباشر للحلقه على الصفحه الرسميه اسلام علوي على الفيسبوك، فبعض الكلام بيقول نحترم وجهه نظرك يا كابتن احمد،
ولكن هل انت شايف ان التأجيل لصالح الزمالك ام ضد الزمالك؟ لصالح الزمالك. لصالح الزمالك طبعا في الوقت الحالي لصالح الزمالك طبعا. طب يا جماعه عايزين نفصل ما بين القرار هيفيد مين وما بين مين صانع القرار. بالظبط. يعني صانع القرار مش الزمالك ولكن القرار فاد الزمالك. صح كده يا كابتن؟ اكيد طبعا يا كابتن. هو بالفعل انا اؤيد كلام كابتن احمد، هو القرار فاد نادي الزمالك طبعا، ما كانش فت، ما كانش بالحاله الفنيه الجيده، ولكن هو مش صانع القرار، صانع القرار هي الجهات المسؤوله والجهات المعنيه بتامين هذه اللقاءات، فبالتالي القرار خرج من اجل تامين هذا اللقاء، وشايفين ان هو مش وقته اهلي والزمالك عشان كستان. هذه الامور خلاص يبقى الكلام يمشي على الكل، الكلام يمشي على الكل. بالظبط كده. طيب طيب خلينا بقى ناخدك لبعض الاخبار الاخرى لان الموضوع يطول شرحه، موضوع الاهلي والزمالك وصراع اللي احتد بعد ما حاولنا ان احنا نقول الامور هتهدى بين كابتن محمود الخطيب وبين المستشار مرتضى منصور او العكس، ولكن واضح ان الموضوع محتاج شويه وقت. اكيد. لقاء الزمالك والترجي في قطر مع ام ضد؟ لا انا ضد طبعا يتنظم في قطر، ده طبيعي اي حد تساله يقول لك كده. وكمان عايز اقول لك حاجه كابتن، قطر بعيد عن الخريطه الافريقيه تماما. في ناس بتيجي تقول لك يعني قطر ايه المشكله، ما فيها مصريين وما تفصل ما بين السياسه ما فيش مشكله، الرياضه حاجه ماشي يا كابتن، انا معاك في كل ده. بس ايه دخل قطر؟ يعني دي حاجه تخص الشان الافريقي، الاتحاد الافريقي. ايه دخل قطر يلعبوا في قطر ليه؟ انا سامع كمان في كلام ممكن يتنقل الامارات، اهو هيتلعب في الامارات. وكنا سامعين الكلام ده من الاول اصلا. طب تعرف ان هذه النقطه نقطه جيده جدا، يعني سوبر افريقي بيتلعب في اسيا. ما هي غريبه يعني فعلا بجد يعني غريبه والله يا جماعه، كلنا مسكنا في الفرعيات وتركنا الاساسيات. السوبر الافريقي، السوبر الافريقي بيتلعب في اسيا ليه؟ السوبر الافريقي بكررها تاني، هو اصلا شرح نفسه. السوبر الافريقي يعني فرقتين من افريقيا، هاخد السوبر الافريقي العبه في اسيا ليه؟ مفيش سبب. مبرر وبأنهي منطق؟ مفيش سبب يا كابتن. الاتحاد الافريقي يقرر اسيا ليه؟ بغض النظر بقى قطر حتى لو جاب الامارات. بالظبط. ازاي الاتحاد الافريقي مش قادر ينظم لقاء داخل القاره الافريقيه؟ تعال نشوف المداخله اللي معانا. معانا مين يا جماعه؟ استاذ محمد من المنيا، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا كابتن اسلام. ازيك يا استاذ محمد؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كابتن احمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. ايه الاخبار؟ قول لي اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ وطبعا منحاز للنادي الاهلي، ولكن يعني انا شايف صراحه يعني وجهه نظر حضراتكم انا متفق معها جدا، يعني حاجه تسعدنا جدا. الراجل بتفهم واكيد طبعا هي شرحه نفسها اصلا يا استاذ محمد، الموضوع كله شرح نفسه يعني. اتفضل يا استاذ محمد. مظبوط. لانه فعلا يعني هو الزمالك حضرتك يعني هو مستفيد ايوه من التأجيل، ولكن طبعا النادي الاهلي يعني قوامه ممتاز، وعلى راي حضرتك المفروض يعني ما كانش البيان ده ما كانش نزل دلوقتي، وانا عارف ان ده يعني راي امن بحت يعني. والله انت محترم جدا، وانا اتمنى ان احنا دايما يكون عندنا روح رياضيه في حتى الردود، وردودك تدل على ان انت متصالح مع نفسك وفاهم كوره بشكل جيد جدا. طبعا استاذ محمد اشكرك شكرا جزيلا. انا عجبني النهارده ان احنا عندنا اثنين اهلاويه دخلوا وعملوا مداخلات. استاذ محمد هو اتقرب جدا، استاذ محمد سمير المخرج عشان ما تزعلش فيه. طبعا. واستاذ حسام واضح ان هو كرويا كده على قده. استاذ حسام على راسنا برده طبعا على راسنا بس بره الكوره، هو يعني الكوره مش بتاعته معلش. طيب نرجع لنقطه ثانيه بنكمل يا جماعه، نفس الملف اللي احنا بنتكلم فيه، بنقول في نقطه غريبه جدا، هو الاتحاد الافريقي مسؤول عن تنظيم السوبر الافريقي، ما عندناش ملاعب في افريقيا ولا ايه؟ هل ما فيش بلدان عايزه تحتضن الموضوع؟ لدرجه ان مسؤول النادي الزمالك قالوا لو حتى نلعب في تونس فهي اسمها بلد افريقيه، في المغرب، في المغرب، في الجزائر، في حتى يعني في لو انت عايز تطلع بره كل الكلام دوت ممكن تلعب في الراس الاخضر، ممكن تلعب في اي بلد. ايه المشكله؟ هات لنا اي بلد داخل افريقيا يعني. لو هتتكلم في جنوب افريقيا كابتن اسلام برضه ملاعب على مستوى كان مستوى كاس عالم 2010. مظبوط. كتير يا كابتن. ولكن احنا ليه قفلناها؟ ولما طلعنا اسيا ما لقيناش غير هذه البؤره الغريبه. ليه بقى؟ مش عارف. فيها برضه علامات استفهام كثيره جدا، لابد ان احنا نبص الموضوع بوجهه نظر مختلفه يا جماعه، مش مبدا ايه ما هو جالكوا قطر ما تلعبوا وخلاص، ايه الحكمه؟ فطبعا موضوع غريب. طبعا هاخد راي صديقي العزيز الاستاذ خالد الكردي، منورنا استاذ خالد. تحياتي ليك يا اسلام وتحياتي لكل ضيوفك الكرام. الله يخليك استاذ خالد، طبعا مشتاقين لسماع صوت حضرتك واخبارك الجميله وسيرتك العطره. الله يخليك يا كابتن اسلام، ودايما موفقين، وشوف انت انا تحت امر حضرتك. الله يخليك. طبعا استاذ خالد يعني مش هقدر ان اخرج بره عباءه نادي الاسماعيلي وعشقك للدراويش، مش هعرف اجيب دايما بقول لك اهل مكه اضرب شعبها، هاجي لك ايه اللي بيحصل في قلعه الدراويش يا استاذ خالد؟ والله يمكن السنه دي الكل كان متفائل خير يا كابتن اسلام ان الامور تتحسن، لان كان عندنا فتره كبيره جدا لتحسين الاوضاع داخل نادي الاسماعيلي وتجديد دماء الفريق وعقد صفقات تليق بالنادي الاسماعيلي،
وقد بالفعل قام مجلس الإدارة من وجهة نظره البحثة بعمل صفقات قد يراها مجلس الإدارة تليق بإمكانيات وطموحات النادي الإسماعيلي، ولكن البداية الغير مطمئنة أو يعتبر البداية المتوسطة للفريق النادي الإسماعيلي رجعت الشكوك والتساؤلات لجماهير وعشاق النادي الإسماعيلي مرة أخرى. ولكن اسمح لي أقول لك أن النادي الإسماعيلي حصوله على 6 نقاط في بداية الدوري والخسارة مباراتين دي أثرت وأثارت قلق كثير، وإحنا داخلين على جمعية عمومية غدا لمناقشة الميزانية ومناقشة مجلس الإدارة في الأمور الخاصة بالنادي الإسماعيلي، ولكن يبقى القرار في يد أعضاء مجلس أعضاء الجمعية العمومية الموقرة هي اللي بتحدد المصير. فبكرة هيتحدد كتير إسلام، بكرة اجتماع أو الفصل في الجمعية العمومية ولا اجتماع أول؟ لا بكرة جمعية عمومية. في جمعية عمومية غير عادية بكرة؟ بالظبط كده، لمناقشة الجمعية العمومية عادية لمناقشة أوضاع السنة المنقضية. يمكن الأرقام هقول لك أرقام كده بسيطة تقريبية، إن الإيرادات وصلت حوالي 101 مليون جنيه، المصروفات وصلت حوالي 97 مليون جنيه، وإن مراقب الحسابات قال إن في ثواني الإيرادات كم؟ 101 مليون جنيه. 101 مليون ده الإيرادات. والمصروفات حوالي 97 مليون جنيه. تمام. فائض ميزانية من أو 98 مليون جنيه، فائض ميزانية 3 مليون جنيه. فبكرة أكيد الأمور دي هتتناقش، لأن طبعا منها أستاذ خالد عندي سؤال، عندي سؤال معلش وأنا مش هقدر أعدي ديت، لأن أكيد كل اللي بيسمع مداخلة حضرتك هيسألها. هو احنا عارفين ان الميزانيه زادت في النادي الاسماعيلي بسبب بيع محمد عواد، من اكتر الاشياء اللي ادت ضخ في ميزانيه النادي الاسماعيلي، ولكن لما نتكلم على ميزانيه صرف 97 مليون راحوا فين؟ هل مثلا في اسماء قويه؟ مع الاحترام يعني. انا هقول لك، ما انا هقول لك 50 مليون 49 مليون او 47 مليون شراء لاعبين، 49 شراء لاعبين 10 مليون مرتبات، 5 مليون قطاع الناشئين، 3 مليون انشطه، امور كثيره. ولكن 49 مليون هل انت شايف ان هم عملوا يعني شكل راضي عن فريق الكوره ولا لسه الانسجام؟ والله انت لما احنا عملوا في الميزانيه ان بيع لاعبين بحوالي 35 مليون، شراء لاعبين ب 47 مليون، طبعا مبالغ كبيره جدا طبعا. يعني 50 مليون كميزانيه لشراء لاعبين للنادي الاسماعيلي تعتبر مبلغ كبير جدا جدا. يعني وما شفناش برضه مع الاحترام لسه، لازم يبقى واضح يعني المقابل اسلام للمردود، 50 مليون ده يبقى مردود وباين للناس، ووجود ده اللي انا اقصده يا استاذ خالد صح في الملعب. لكن هي احنا مش عايزين نشكك في ذمم لا مش المالية. مش تشكيك اكيد، ولكن عايزين نقول اختيارات ممكن تكون اكثر دقه كده. يعني من كده شويه المشكله بقى في الاختيارات، انت اخترت بال 47 مليون رقم كبير جدا لفريق زي النادي الاسماعيلي بيعاني لسنوات طويله من الازمات الماليه والموارد الماليه، وانت اكتر واحد عارف اسلام الموضوع ده بالنسبه للانديه الشعبيه، ان الموارد الماليه بتبقى صعب جدا. فان انت عشان كمان تصرف المبلغ ده كان لازم يبقى بيتصرف في الاماكن السليمه المفروض. كابتن احمد ليه سؤال عند حضرتك. كابتن احمد. كابتن احمد استاذ خالد. كابتن احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. استاذ خالد لو سمحت، احنا عايزين نعرف نادي الاسماعيلي كان العشر سنين اللي فاتوا كان بينافس الزمالك والاهلي بشكل كبير جدا، وكانت اللعيبه اللي موجوده في نادي الاسماعيلي ما كانتش على نفس المستوى اللي كان موجود دلوقتي. اللعيبه في لعيبه في نادي الاسماعيلي لعيبه محترمه ولها اسمها. عايزين نعرف ايه الـ ايه الكيرف نزل ليه السنين الاخيره دي في نادي الاسماعيلي، ايه السبب الرئيسي؟ هي للاسف كان في صراعات لمجالس الاداره خلال الفتره السابقه، فتره العميد محمد ابو السعود يليه الفتره الانتقاليه التعيين للبشمهندس ابراهيم ثم اختياره بجمعيه عموميه. الامور دي والسياسات دي اثرت بالسلب على النادي الاسماعيلي، التفريط في النجوم الكبار عصب الفريق، التعاقد مع لاعبين دون المستوى، التعاقد مع مديرين فنيين دون المستوى. اكتر واحد اكتر واحد، ودي حقيقه يمكن انا عارف حركة على المستوى الشخصي ويمكن صديق عزيز، من اكتر الناس اللي نددت بعدم رحيل محمد عواد فعلا، ومن اكتر الاشخاص اللي قالت ان المدير الفني اللي معروض او متواجد في النادي الاسماعيلي ليس بالقوه الكافيه. ولكن
بعد وقت طويل فعلا بيكتشفوا ان كلامك مظبوط. حتى الان مع الاحترام للكابتن محمد فوزي لسه كتير قوي. يمكن انا اتكلمت بخصوص الحراس المرمى ويمكن على صفحتي واحنا برؤيتنا الفنيه كناس ليها في الكوره ما بتتكلمش اي كلام، احنا بنبقى عارفين اللعيب كابتن احمد واسلام، الموهبه بتبقى باينه، صناعه الحارس بتبقى باينه، اللاعب الموهوب، اللاعب اللي امكانياته تمشي مع الجماهيريه، اللاعب اللي عنده خبرات بيبقى عارف يعني ايه نادي بطوله وبيلعب على بطوله. الامور دي كلها في ساعه الاختيارات للاسف بنتفاجأ باختيارات عشوائيه بتأدي للمنظر العام اللي احنا بنشوفه النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي تم تفريغه من كل النجوم ومن كل الخبرات. انت قد يكون النهارده انت بتبص استاذ احمد النهارده كابتن الفريق 22 سنه باهر المحمدي. طب استاذ خالد، هل في لعيبه مبشره من قطاع الناشئين؟ والله احنا عندنا اربع لاعبين على مستوى عالي من قطاع الناشئين 99 صح؟ انا اتمنى ان هم يشاركوا بصفه اساسيه. حازم مرسي هداف 99 وبكره ان شاء الله ممكن نشوفه ويوم الاربع في البطوله العربيه امام باذن الله ان شاء الله. استاذ خالد، محمد الضرف، محمد بيومي، محمد عمار المفاجاه، لعيب مساك سنه من مواليد 99 ممكن يتم الدفع بيه لان عندنا اخطاء دفاعيه كارثيه فعلا. استاذ خالد، كل الدعم كل الدعم وكل يعني الكلام الايجابي والكلام المفيد غير الرياء طبعا، لانك انت اسماعيلاوي عاشق للنادي الاسماعيلي واحنا من ناحيتنا كل الدعم والنقد البناء للنادي الاسماعيلي وكل التوفيق باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. ملف النادي الاسماعيلي والدرويش ملف شائك جدا وطويل طبعا كابتن، ولكن عشان وقتنا ووقت الحلقه هاخدك لماتش الزمالك والمقاولين. شفته ازاي؟ ماتش الزمالك والمقاولين كان زي ما كله كده بالنسبه للعيبه نادي الزمالك كان في عنق الزجاجه، لازم اكسب الزمالك. المباراه دي مهمه جدا، كانت مهمه لنادي الزمالك لانه كان لازم يعني كان في لغط كتير على مستوى الاداء الزمالك، في عدم ثقه، كان في عدم ثقه. كان طبعا تضربه تاني في الوقت ده صعب جدا انك انت ولا تعادل حتى انت بتنافس على بطوله الدوري والدوري لسه محتاج النفس الطويل، محتاج انك تادي بنفس الاداء اللي يقول ان الزمالك هينافس بقوه. اول الموسم لو انت اتعثرت ما اعتقدش ان هتكمل بنفس القوه، ما اعتقدش. طيب البدايه، هل الهدف ده يعني ينم ويؤكد ان فعلا في هزه في نادي الزمالك؟ كره معديه من قدام عواد، مين اللي اتسال عن الهدف دوت والدفاع واقف اتفرج؟ مبدئيا انا طبعا بعشق طارق حامد. هو الغلطه ابتدت من طارق حامد من نص الملعب، لانك انت دلوقتي انا كلاعب في نص الملعب المركز اللي انا واقف فيه ده حساس جدا. انا اللي بربط ما بين المدافعين والمهاجمين، ما ينفعش اغلط في المكان ده. مجال لا يسوى طبعا يعني طارق حامد طبعا ده شايل منتخب مصر وشايل نادي الزمالك. انا بتكلم، انت بتقول لي السبب تفاصيل الهدف يعني. انا لما طارق حامد قطعت منه الكرة خلاص انا شايف ان الدفاع فك. كان طارق حامد هو اللي عامل الستاره امام خط ال 18، هو اللي عامل الستاره. فطبعا لما اتقطعت منه الكوره دخلونا يا جماعه استاذ سيد جوده لو معانا وقت بشكل اساسي ابتدت عن طارق حامد. بس طبعا شايف ان في تراخي شويه في التغطيه. مش ده الزمالك اللي احنا متعودين عليه الموسم اللي فات، كان دفاعه قوي جدا في الكونفدراليه. ماشي، دخل استاذ سيد اتفضل. فشفنا ده في الكونفدراليه كان في رجوله وفي استبسال، بس دلوقتي الموسم ده او في الهدف اللي فات في مباراه المقاولين كان انا نفسي استغربت ان شفت جيب الطريقه دي. يعني بص يا كابتن، هنتكلم بمنتهى الصراحه، الزمالك تحس اكبر مثال على المزاجنجيه. فرقه تتاثر بمنتهى السهوله باي هزيمه وترتفع معنوياتها بسهوله جدا مع اي فوز. خلي بالكم احنا عاشقين لنادي الزمالك طبعا، ولا يختلف احد على عشقنا للبلانكو، وده حاجه واضحه وصريحه وبنتهاجم ويعني بتاثر في حاجات كتير جدا. ولكن انا اتكلم بمنتهى الصراحه، احنا عارفين نادي الزمالك بعد لقاء النادي الاهلي الكيرف وقع بسبب هذه الهزيمه، هم قطبين يا كابتن. والزمالك لو كسب الاهلي الاهلي هيقع برضه، والجمهور كان حاطط امل كبير ان الزمالك يكسب. سكور الزمالك كان متوقع انه يكسب الاهلي سكور بعد ماتش بيراميدز بالظبط. ككوره وكتعاقدات وهذا الكلام، ولكن اللعيبه حاسه انها خيبت ظن جمهور الزمالك. واكبر دليل ان هم لما ضغطوا على نفسهم قرصوا على الاهلي وعملوا ريمونتادا وجابوا هدفين، والاحلي فضل يعني على اعصابه اخر 10 دقايق. احنا كنا حاسين يا كابتن اسلام لعيبه الزمالك كانت نازله عارفه انها هتكسب بطريقه الاداء اللي احنا شفناها، في توقع ان فعلا في مكسب. ولكن الكرسي اللي في الكلوب ده يا جماعه، ان الزمالك لما خسر من النادي الاهلي حس ان ثقته او ثقه بعض اللاعبين، طبعا احنا مش عايزين هذا الكلام، ولكن الثقه التشكيل برضه يا كابتن، وبدات الناس تيجي تقول شيكابالا المفروض يبطل. طبعا حبايبنا اللي هم بيقعدوا يتكلموا هم للاسف كرويا على قدهم، المفروض ان هم يستشيروا او ان ما يعرفوش ان السوشيال ميديا تؤثر واللعيبه بتشوف الكلام ده. فبداوا يقولوا شيكابالا مستواه على قده، لعيب ما اعرفش مين لا المفروض ما يقعد احتياطي، عبد الشافي مخلص. نفس اللعيبه كانوا بيتقال عليهم اغاني، كان بيتغنى لهم في ماتش بيراميدز بالظبط. عبد الشافي قال لك ان هو اختراع،
ان فاجئنا ميتشو ان هو يلعب بيراميدز. شيكابالا قال لك احيا حمد النقاز وسبحان مغير الاحوال اصبح شيكابالا المفروض يعتزل واصبح عبد الشافي جاي مخلص. هذه هي كره القدم، ولكن طبعا دول لا يمثلوا جمهور نادي الزمالك على طبعا سيره نادي الزمالك العطره جدا وجمهوره. معانا احد العاشقين لنادي الزمالك والاشخاص الكبيره جدا والمشجعين، استاذ سيد جوده. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا ابو كباتن؟ ازيك يا استاذ اسلام؟ الحمد لله تمام. طبعا انت بقى قديم يعني ومشجع كبير فوسط التلفزيون. حبيبي حبيبي ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا للعلم طبعا اتفضل زملكاويه في العالم. الله يخليك. ربنا يخليك. احلى اثنين زملكاويه في العالم ربنا يخليك يا مسعود. والاستاذ او الكابتن احمد ابراهيم كاماتشو. كابتن احمد ابراهيم للعلم طبعا اللي ما يعرفوش بعض الزملكاويه ان هو واخد بنت استاذ سيد جوده كبير مشجعين نادي الزمالك وعائله كلها زملكاويه. يا كابتن صح كده؟ انا جبني الشرف. وبالمناسبه الشرف يا عم سيد. انا جالي اربع ارسام لمؤاخذه يعني اهلاويه ورفضتهم تماما. اهلاويه على وضع لنا يعني انت خليك كابتن احمد هو داخل بيتي يقرا القسم الاول. انا اهلاوي. قريته القسم؟ اتفضل. قريته القسم حبيبي. يعني اول ما دخل البيت كده انت ميولك هو معروف ميوله ان هو بيضاء. انا ولكن... بحس بيهم يا كابتن والله العظيم بحس بيهم. بتحس بالاهلاويه ولا بالزملكاويه؟ ايوه. اصل بص يعني مش ممكن اباخذ يقعد قدام مني على ترابيزه وناكل كلهم متعيش وملح. لا مؤاخذه يعني معلش مع احترامي الشديد للاهلاويه. لا يا استاذ سيد مش عايزين ناخد هذا الموضوع من هذا الاطار. احنا دايما بنقول ان الرياضه يعني اخلاق. انا نهزر مع الاهلاويه ونهزر مع الزملكاويه. بيتي يكون زملكاوي. بيتي يكون زملكاوي وماله، ولكن ما ناكل مع الاهلاويه يعني مش للدرجات يعني. طبعا انت شخصا عارف انك بتهزر. شخصيه جميله ورائعه. كل التوفيق طبعا في حياتكم. طبعا عايز باخد رايك على الاحداث الشائكه. عندي ملف نادي الزمالك في ملعبه اللي المفروض يتلعب في قطر ما بين حمله الهجوم الشرسه على قرار المستشار مرتضى منصور. ولسه انا وكابتن احمد خدنا الموضوع من منطلق تاني. هو الاتحاد الافريقي دوت يا جماعه مش افريقي ليه يلعب السوبر اصلا في دوله اسيويه بغض النظر اذا كانت قطر او الامارات؟ ده بند. فهاخد رايك فيه وبعد كده لطلب انسحاب النادي الاهلي او عدم اكماله للدوري العام. اتفضل. هو مستحيل ان الزمالك يلعب في قطر. ده يعني في حته سياسيه، واحنا طبعا كلنا مع المستشار مرتضى منصور الراجل المحترم الراجل الذكر اللي جه نادي الزمالك سلتا. ده رئيس نادي الزمالك سلتا من فتاة الزمن. واخبار حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه من رب المستحيل ان الزمالك يروح قطر. علشان لو راح قطر هيحصل مشاكل امنيه ومشاكل يعني جمهور الزمالك او نادي الزمالك يفتح ثمنها او مصر كلها تفتح ثمنها. واخد بالك؟ فانا بقول عن الكلام ده من خلال برنامج بتاع حضرتك المحترم. مش عايزين نلعب في قطر، مش عايزين كاس السوبر. واخبار حضرتك؟ وعايزين نقول لبعض الجماهير اللي تيجي تقول ان مجلس الاداره يا استاذ سيد غير قطر. بعض الجماهير بتقول ان مجلس الاداره ينفرد بالقرار، ولكن هو من الاساس هو اتوقع ان هو قرار وطني بحت. اي بني ادم عنده غيره وعنده روح ما يحبش ان هو يوصل الى هذه الارض. انت عارف ساعته الشر درجه الوطني طبعا راجل بيخاف على البلد. ونؤيد هذا القرار. اي حد وطني يؤيد هذا القرار يعني ازور هذه البلد من اي منطلق وقابل مسؤولين من هناك من انهي منطلق. بلد تحارب مصر على مدار عقود هي داخله في 10 سنوات من الحروب ومن الدسائس، وفي الاخر اروح اقعد في ارضها والعب هناك لقاء كره قدم واتفسح بقى في شوارعها زي ما بيقولوا. فطبعا هذه الامور عصيبه مع بلد بتحاول الخراب بشكل كبير. فانت مؤيد لعدم لعب هذا اللقاء؟ طبعا. اذا كان فكرة. ده مش انا بس، ده الشارع الرياضي الزملكاوي. سالني انا بقى عشان انا يعني معلش يعني اعتبر من كبار مشجعين نادي الزمالك من طبعًا. زمان الشارع كله والله بنحزن ان شباب صغير يجي يقول لك ان هذا انفراد من مجلس الاداره. طبعا كله مؤيد ساعته الشارع مرتضى. لا في بعض السوشيال ميديا تيجي تقول لك لا ده انفراد بالقرار واحنا عايزين البطوله تلعب. عايزين يدمروا الزمالك يا بيه. دول الاهلاويه عايزين يدمروا نادي الزمالك. ويا ريتهم تدمير للزمالك فقط، ده الهيبه الفرق المصريه بصفه عامه يعني الفرقه المصريه بصفه عامه. استاذ سيد عايز كلمه سريعه عشان صديقك العزيز استاذ حسن عالم الدين معايا وعايز برضو اسمع منه كلمه. تحب تقولي سريعه حبيبي الاستاذ حسن؟ اتفضل. اتفضل. لا انا عايز اسمع منك كلمه سريعه. اتفضل. كلمه سريعه. انت جاي ان شاء الله وايامك جايه. انت الله يكرمك محترم محاور محترم انت والكابتن احمد ابراهيم. ربنا يخليك يا عم سيد.
وان شاء الله بالتوفيق يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ، كل التوفيق ليك للزمالك ان شاء الله بامر الله. اللهم امين. شكرا. حاجه ثانيه اتفضل. احنا نتمنى الاهلي يلعب ان شاء الله بعد بكره مع انجولا ان شاء الله، ويا ريت بقى الخطيب ما يعني ما يطلعش بيان مثلا ما يكونش قده، واخد بالك؟ لا يكون قده واتكلم. هيبه الدوله يا عم سيد، ما تتكلمش، واخد بال حضرتك؟ اشكرك اشكرك يا استاذ سيد، انا عارف انت عايز تقول ايه، ولكن خلينا احنا نكون من الاتجاه الاكثر يعني هدوءا، مش عايزين نكون بنفس المنطلق اللي السوشيال ميديا واخدانا ليه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ سيد. معانا يا جماعه استاذ حسن. استاذ حسن طبعا بنكمل بقى مسيره الاشخاص الزملكاويه المحترمه، استاذ حسن عالم الدين الشهير بمفجر قضيه نادي القرن اللي كسرت الدنيا بملايين المشاهدات. استاذ حسن السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله وبركاته. الله يسلمك استاذ اسلام، تحياتي ليك وتحيات كابتن احمد ابراهيم. اهلا بيك استاذ حسن. تحياتي للاعلام اللامع استاذ اسلام علوي. الله يخليك استاذ حسن. تحياتي لمستقبل الاعلام والصحافه والنقد في مصر احمد ابراهيم. ربنا يخليك استاذ حسن. السابق ربنا يخليك استاذ حسن، متوسم فيه ان يكون ناقد كبير وناقد محترم وزملكاوي غيور. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. هتسمح لي استاذ اسلام؟ عايز اسمعك. اتفضل. اعتبر دخلتك معاك دي على ماجي، ويشرفني الناجي كل طبعا. اول لقاء في الصحراء جمال الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. مكانك استاذ بابن التمنياتي بالشفاء العاجل للعالمي احمد امين على نزل البرد الاعلام كتير. تمنى لك محترمه منك والله يا استاذ حسن. محترمه استاذ احمد. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتديني بس دقيقتين من غير مقاطعه بعدين. لا اتفضل اتفضل تحت امرك. كلنا كنا بنسمع كلام المستشار مرتضى منصور وكلنا كنا بنعارضه، اتضح ان الراجل ده عنده حق في كل اللي قاله. يا ريت تعلوا صوت شويه يا جماعه بتاع الاستاذ حسن عشان اسمع. عنده حق في كل اللي قاله، ابتداء هو راجل دوله من الطراز الاول. بيعلي مصلحه البلد على مصلحه الزمالك. تسمح لي اقول لك بخط عريض كده، مصر فوق الجميع وليس اي شيء اخر فوق الجميع، مصر يا استاذ اسلام فوق الجميع. والله محترم وانت لخصتها. كمل كمل. نقول بقى. اولا الزمالك في مشكله الاهلي والجونه لم يكن طرف. التأجيل جاء بناء على رؤية أمنية بحتة، إذا الزمالك نخرجه ونستبعده خالص، ليس طرف. ليس المستشار مرتضى منصور هو من طلب التأجيل ولا أوجد التأجيل، ولما فرض عليه أن يلعب ماتش المقاولين كان على قدر المسؤولية ووافق الراجل ولعبنا ماتش المقاولين. أعتقد أن إدارة الأهلي تسرعت أنها تصدر بيان وتقول أن أنا مش هلعب ماتش الجونة إلا قبل ماتش القمة. طب يعني هو الزمالك مش طرف يا اهلي في المنطقه في الموضوع ده بكل حياديه. ارجع للامن. نرجع نقول انت قلت قبل كده مش هلعب الماتشات الباقيه للدوري الا قبل البطوله الافريقيه وتراجعت في رايك، اذا كان لازم تاخد عظه وتاخد تجربه من القرارات قبل كده، لكن انت اخطات للمره الثانيه بخروج بيان من الاهلي شديد اللهجه مش هلعب اي مباراه قبل مباراه القمه وتراجعت. والانباء الاخيره وده حصر لك يا استاذ اسلام، ان المباراه بتاعت الجونه اتاجلت 24 ساعه وهيسافر الاهلي ان شاء الله النهارده وهيلعب مباراه الجونه يوم الخميس لينتصر اتحاد الكوره لهيبه الدوله المصريه، وبكده نقدر نقول ان في اتحاد كوره في مصر. حلو. انا بس عايز اقول هذا الكلام حصري وعلى لسان استاذ حسن عالم الدين، ولكن هذا ليس انتصار لاتحاد الكوره، ولكن هو انتصار لمن شككوا في اداره نادي الزمالك انها التي تقود. لا، اذا النادي الاهلي اقتنع بشكل كبير ان الزمالك ليس طرف، وعندما يرضخ لتعليمات الاتحاد المصري لكره القدم فانه يرضخ لتعليمات الامن اللي قررت بان لقاء الاهلي والزمالك يؤجل. اذا هذا الكلام كله هو تفعيل لما قام به المستشار مرتضى منصور وتاكيد على نظافه ايد نادي الزمالك بره هذه الصراعات، صح كده؟ في حاجه ثانيه يا استاذ اسلام، بالنسبه لرؤيه المستشار مرتضى منصور في موضوع قطر، نتفق كل اتفاق مع هذا الرجل. لماذا تسعى قطر على استضافه نهائي افريقي عندها وهي ليست دوله افريقيه؟ مظبوط. لماذا وكلنا نعلم مدى قطر ومدى وما الذي يدفع من هو هنا بيربطه بعد انا برضه معايا رئيس التحرير بيرد عليا بيقول لي طب ما هو يا كابتن عشان كاس العالم للانديه وعلشان هذه الشاكلات، فاذا الاتحاد بيزنقنا، الاتحاد الافريقي بيزنقنا في خانه غير مفهومه. لا، اشكر لي رئيس التحرير بتاع حضرتك وقول له ان قطر دوله اسيويه وفي فلوس بتدفع من تحت الترابيزات وكلنا ادرى ماذا حدث كاس العالم ايضا. مظبوط مظبوط. في دوله درجه حرارتها فوق ال 60 درجه والعماله الاسيويه كل يوم بتموت في قطر ومداريين على الفضيحه، وما كانش في بنيه تحتيه اساسا ولا كان في اي اشياء. ليه يا استاذ اسلام تضطر تعزمني في مكان انا مش عايز اقعد فيه؟ كلامك مظبوط. عشان عارف
ان ليس عن طيب خاطر هيحضر الزمالك او الاهلي. والله تشبيه رائع. ليه تعزمني على مكان انت عارف ان انا ما بحبش اقعد فيه؟ نفس الكلام. ما توديني الامارات، ما احنا علاقتنا كويسه بالامارات. وديني السعوديه لو انت عايز تطلع اسيا. ولازم اوضح نقطه في فرق بين قطر وبين الشعب القطري. طبعا 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 طبعا. الشعب القطري شعب محترم، اخوي شقيق طيب. هنتكلم على القيادات يا استاذ. مظبوط. التي تؤجج الارهاب مظبوط، وتقتل ابنائنا، وتسعى على تخريب الدول العربيه. يا استاذ حسن، ده عامله مباشر مصر، يعني هي تركيزها كله عليك. كابتن احمد، عايز اسالك سؤال. اتفضل. يا استاذ اسلام. اتفضل. استاذ حسن احمد في الاستوديو وهيقول اللي عايزه كله، انت تسمح لي دقيقه واحده؟ اتفضل اتفضل سريعا. اتفضل. عارف ان احمد كماتشو عنده كتير هيقول. طب اتفضل يا استاذ حسن. اتفضل. قطر دفعت فلوس عشان تجيب الزمالك غصبا عنه او اي فريق عربي غصبا عنه. الدول العربيه بقى في البطوله الاسيويه بانسحب الدوله ورا الاخرى، الامارات والسعوديه والبحرين. اذا في تحالف وتعاون دولي عربي باعتراف ان دي دوله راعيه للارهاب. اذا مرتضى منصور عنده كل الحق ان يرفض يروح يلعب. وانا عندي علم دلوقتي برضه حصري ان الاتحاد الافريقي حاليا بيدرس سحب اقامه اللقاء السوبر الافريقي من قطر واسناده لاي دوله ثانيه. كده كده ان شاء الله هينسحب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن على هذا الكلام المطول الرائع، وانفرد بحصر حاجه حصريه قويه جدا ان النادي الاهلي يتحرك النهارده وهيلتزم باللقاء، ممكن يتاخر 24 ساعه فقط. بس في سؤال يا كابتن اسلام، هو لو حصل ولا قدر الله يعني قال لك خلاص المباراه اتلعب والزمالك رفض، هل الزمالك هيرضخ خوفا من العقوبات ولا يعني هيلعب الماتش ولا هيبقى عند رايه؟ طبعا انا ما بحبش افتي في اللوائح، ولكن طبعا احنا عندنا خبراء في اللوائح. انا كنت اتكلمت بشويه ان احنا ندخل احد خبراء اللوائح، ولكن احنا قلنا ناخد ارائنا احنا، واوعدكم ان شاء الله في الحلقه القادمه لما نشوف احداثنا ويشوف ايه اللي رايح واللي جاي ونشوف الامور ماشيه ازاي، هنكلم خبراء في اللوائح دون قانونيه هذا الموضوع بالزبط. ولكن انا وجهه نظري الشخصيه بعيد عن القوانين، ان نادي الزمالك الحاله اللي احنا فيها حاله ارهاب، حاله ملهاش علاقه بكره القدم. انا ما نزلش البلد سبب في خراب بلدي بالزبط. ما نزلش البلد انا عندي مشاكل نفسيه ومعنويه ومشاكل خاربه البلد وبتحاول تقود شباب من اجل تدميرهم. الموضوع اكبر من ذلك، واتوقع ان الاتحاد الافريقي لابد ان يرضخ بهذه الامور في الملف بشكل كبير. لازم يحصل تفتيش، لازم يكون في فصل يا جماعه. الرياضه اخلاق، الرياضه روح رياضيه، الرياضه صفاء، الرياضه اشياء كثيره جدا زي ما استاذ حسن علي بيقول. بعيد عن المؤامرات ما تعزمنيش في مكان ما بحبش اقعد فيه. دي اعتبر مؤامره يعني. ولكن احنا ما كان في عندك محمد صلاح راح اسرائيل لعب هناك لقاء، ولكن هو بيمثل فريقه الانجليزي. فريقه لا كان سويسري، كان بازل. لا كان مش كان بازل، كان نابولي. كان نابولي كان الدوري الايطالي صح كده؟ كان بازل، كان لا نابولي بازل عموما، بس انا فاكر ان كان نابولي. لما راح اسرائيل في الاراضي هناك وما سلمش على اللعيبه لو انت فاكر، كان بيسلم بالطريقه دي، اتحسبت عليه بشكل كبير وكان هيتم بيعه. لو انتوا فاكرين رسائل الاستهجان يا جماعه، اوعوا تقولوا العنصريه مش ضد الساميه والكلام ده. اغلبها بيزعل. كابتن احمد سريعا عشان حلقتي وقتها جري، عايزك تقول لي كلمتين سرعة توقعك للامور. النادي الاهلي هيلعب لقاء الجونه ام لا؟ الاهلي لازم يلعب مباراه الجونه. الزمالك في قطر ام اللقاء هيتم نقله؟ اعتقد ان اللقاء هيتم نقله، لان طبعا دي مؤامره واضحه جدا يعني. اعزائي المشاهدين، الحلقه طارت سريعا جدا جدا جدا. انا عايز اطمن الجمهور القروي المصري الرائع اللي بيحب الكوره، كل حاجه خليها في نفسك، شجع زمالك، شجع اهلي، شجع اي فرقه انت عايزها، ولكن التزم بثلاث حاجات. اول حاجه حط مصلحه البلد اهم عندك. لما استاذ سيد جوده كبير مشجع نادي الزمالك في خلال برنامج ساعه رياضه جاي بيتكلم بيهزر بيقول انا ما بقعدش مع اهلاوي وما بنسيبش منهم، بيقول بهزار، وده طبعا معروف على عيني. ولكن انا لم اتقبل هذا الكلام، وبهزار برضو قلت له مش عايزين نوصل الامور حتى لو بهزار بهذا الشكل. دايما عندنا مصلحه الدوله ومصلحه بلدنا رقم واحد، ثم بعد كده تيجي اي مصالح لاي انديه. اكيد حبوا بلدكم رقم واحد، وطبعا عارف ان كل الشعب المصري وطني بشكل كبير ويعي هذا الكلام. لما اشوف بعض الشباب لا يؤيدوا قرار عدم لعب لقاء الزمالك في قطر ويقولوا ان البطوله اهم، عمر البطوله يا جماعه ما هتعلي شان نادي الزمالك، ولا عمر البطوله هتقلل شان نادي الزمالك، ولكن قيمه مصر هي اللي بتبقى. هختم على هذه الكلمه وتصبحوا الف خير. تحياتي، اسلام علوي.